أشاد أهالي بيجي بالاستقرار الأمني المتحقق في القضاء والذي سمح لهم بارتياد المنتزهات والأماكن الترفيهية فيها. ودعا قائم مقام القضاء محمد محمود الجبوري المستثمرين إلى فتح فرص عمل تحقق الاستفادة للمواطنين والمستثمر على حد سواء. من خلال الجولة التي أجريناها في مدينة بيجي السياحية حقيقة وجدنا هناك ارتياح كبير من قبل أهالي المدينة واستقرار نفسي ملحوظ لدى العوائل التي لاحظناها بتواجدها بشكل كبير في المدينة. هذا يدل على الاستقرار الأمني والاستقرار النفسي في المدينة. الحقيقة يعني نطالب الأخوة المستثمرين في التوجه إلى هذه المدينة لأنها فيها فرص عمل وفرص استثمارية ممكن أن يعملوا داخل هذه المدينة. وحقيقة مدينة بيجي من المدن حقيقة يعني استقطاب وفيها أيدي عاملة وفيها أيضا تختلف عن باقي المدن لكونها موقعها الجغرافي يسمح بالنشوء السريع وتصعيد في السوق واستقطاب الناس. نتمنى على جميع المستثمرين أن يحاولوا أن يتعاملوا مع هذه المدينة ويفتحوا فرص عمل أخرى من أجل فرص عمل للمواطنين أيضا وواردات لهم. مدينة العبيج السياحية يوجد فيها كل الخدمات من مطاعم وألعاب جميلة، ونرجو من الحكومة المركزية بإعادة النظر إلى مدينة بيجي المنكوبة وهيئة الاستثمار إعادتهم إلى مدينة العاب بيجي السياحية. ونشكر القوات الأمنية والحشد الشعبي على الأمن والأمان، وإن شاء الله يأمن الأمن والأمان على العراق. نطلب من الحكومة المركزية النظر في ملف قضاء بيجي من ناحية الإعمار كبنى تحتية، يعني كشوارع، ككهرباء، كمجاري، كماء، يعني ما حد يطلب أكثر من هذا الشيء كأمن واستقرار، وهذا أكثر شيء نطلبه.